مين قال ان الكلب ده هيفضل هنا؟ وما ينفعش حد من بره البيت ده ياخد قرارات في حاجه زي دي، انتوا سامعين؟ بس انا قلت لك وقلت لليلى ان انا عايزه كلب، وكمان قلت لها ان انا عايزه يعني انقل الاوضه دي. وانا مش موافق. في ايه يا احمد؟ وبعدين والله العظيم ده كيوت قوي. في ان انا عايش معاكم في البيت ده، وفكره اننا نجيب كلب او ما نجيبش كلب، بيتهيألي دي حاجه المفروض نتكلم فيها مع بعض. وبعدين تعالي هنا، اوضه دي اللي عايزه تقعدي فيها لوحدك. اوضه المكتب. مش معنى انت اللي تقعدي لوحدك، مش فاهم. احمد ممكن ما لو سمحتي يا ليلى. ايه؟ مستعجله قوي تنفصلي عن البيت ده؟ طيب احمد خلينا. ليلى من فضلك. مين بيكلمك؟ احمد. ردي. مين بيتكلم؟ لا مش فاهمه ايه المشكله. الو. اسمع يا حبيبي. انت من اللحظه دي مش عايزك تتكلم مع بنتي خالص. انت فاهم؟ ولا تخرج معاها في جروبات. ولو شفتها في الشارع حتى ما تسلمش عليها.